احنا كنا معاكم من AK Review. السنه دي ابل نزلت 3 موبايلات متعدله عن الايفون 10 والايفون اكس اللي نزل السنه اللي فاتت, ال 10S وال 10S ماكس وال 10R. واستنى, انا عارف ان انت غالبا متضايق من 10R ومش عاجبك علشان 720 بي, وغالبا انت بتكتب كومنت دلوقتي تهاجم فيه الشاشه, بس فعلا اصبر شويه لانك احتمال كبير تكون ظالم الموبايل دوت. مبدئيا شكرا لميلان ستور اللي هو اداني الفرصه ان انا اجرب الايفون 10R اول لما ينزل في مصر, واللي من غيره يمكن تقريبا ما كنتش افكر قوي ان انا اجرب الموبايل بنفسي الحقيقه. عموما خلينا في الايفون اكس ار دلوقتي ورايي فيه. مبدئيا انت ما بتشتريش الايفون علشان مواصفاته, لو انت من الناس اللي بتهتم بالمواصفات وبتهتم بالحاجات ديت قوي او جيك زي ما بنقول, ليك موبايلات تانية ممكن تكون بالنسبه لك احسن زي الون بلس 6T اللي لسه نازل وكمان ارخص من الايفون 10R, او يمكن حتى بنفس سعر الموبايل دوت في مصر تقدر تشتري موبايلات بتنافس النسخه الاكس اس ماكس او 10S ماكس زي الهواوي ميت 20 برو وسامسونج جالاكسي نوت 9. بس الموبايل دوت مش موجه للناس ديت تماما, هو موجه لفئه تانيه من الناس وهم الابل يوزرز, فلو انت منهم لازم تتفرج على الفيديو دوت, ولو مش منهم اتفرج برضه علشان ممكن تكون ظالم الموبايل دوت زي ما انا ظلمته اول لما نزل. بالنسبه لتصميم الموبايل فانا شايف ان احنا لو جبنا الايفون 8 والايفون 10 وجوزناهم لبعض الموبايل دوت هيكون هو البيبي بتاعهم. من قدام هو شبه الايفون اكس قوي تقريبا, هو بالظبط مع حجم اكبر طبعا شويه والحواف برضه ادخن شويه, ومن الظهر علشان بيجي بكاميرا واحده فبيفكرني جدا بستايل الايفون 8, خصوصا بما ان اللون اللي معايا هو اللون الاحمر فبيفكرني بالبرودكت ريد برضو اللي كان نازل من الايفون 8 السنه اللي فاتت. انا بصراحه التصميم بتاع الموبايل عموما عجبني, واكتر حاجه عجبتني فيه هو حجمه في الايد لانه مش كبير قوي زي الايفون 10 اس ماكس, وبرضو في نفس الوقت مش صغير زي الايفون 10. انت ماسك تقريبا موبايل حجمه في الايد اصغر من ال 8 بلس, وفي نفس الوقت شاشته بتيجي 6.1 انش اكبر بكتير من الايفون 8 بلس, فالحجم بتاع الموبايل ده بصراحه تقريبا هي اكتر حاجه عجباني في التصميم بتاعه. هو ده الحجم المثالي اللي انا شايف ان كل ايفون مفروض ينزل بيه. الحواف بتاعته معموله من الالومنيوم مش من الستينلس ستيل زي الايفون 10S و10S ماكس, ودوت مديني احساس ان هو مش في نفس الفئه الهاي اند قوي بتاعتهم, رغم ان الموبايل مدفوع فيه كتير فهو موبايل هاي اند مفروض حتى لو قابل مصر ان هو ميد رينج, بس الخامات بتاعته مش محسساني ان هي موبايل رديء مثلا, بل بالعكس هو واحده من احسن الخامات اللي موجوده في الفئه بتاعته برضه. ديت عاده قابل اصلا ان هي بتميز نفسها شويه في موضوع الخامات ده. الظهر الازاز اللي عملته قابل في 2017 لسه مكمل معانا طبعا, والموبايل اي بي 67 يعني ممكن تنزله في الميه من غير قلق. الشاشه بقى وديت النقطه هي اللي كانت جدليه كبيره قوي, وهي تقريبا كانت اكتر حاجه مضايقاني وقت ما الموبايل ما نزل. شاشه الموبايل ده 720 بي, يعني لو انت بتتفرج على اليوتيوب دلوقتي من الموبايل ده مش هتعرف تشغله 1080, والشاشه اي بي اس مش اوليد زي الايفون 10S وال10S ماكس. هكدب عليك بصراحه لو انا قلت لك ان انا متضايق وانا ماسك الشاشه بتاعت الموبايل دوت, طول ما انت بتستعمل الموبايل مش هتحس بمشكله فيه سواء من ناحيه الاضاءه او الالوان, الحاجات ديت كلها قبل بتعملها كويس من ايام ما كانت بتعمل موبايلات مش شاشه اوليد. وانا يمكن عشان كمان نظري ضعيف شويه فبستعمل الاس 9 بلس بتاعي ب اتش دي بس او شاشه 720 بس علشان اوفر في البطاريه بتاعته كمان, لان انا شخصيا ما بحسش بالفرق قوي. فهي فعلا حاجه ممكن ما تضايقش ناس كتيره, بس فكره ان انا ادفع المبلغ دوت في الموبايل وفي الاخر ما اخدش شاشه على الاقل فول اتش دي, دي حاجه مضايقاني جدا الحقيقه. هي حاجه انا مش شايف لها مبرر, ولكن بصراحه ما اقدرش اقول ان هي ضايقتني قوي في الاستعمال العادي. ممكن ناخد بريك دلوقتي لو انت حابب ان انت تكتب الكومنت اللي بتهاجمني فيه علشان قلت كده على الشاشه, بس دوت رايي فعلا الحقيقي فمش هقدر ان انا اقول عكس كده. شاشه الموبايل برده ما فيهاش 3 دي تاتش اللي احنا كنا اتعودنا عليه من قبل, ولكن انا بصراحه ما بيفرقش معايا خالص, فانا فاهم ان هم شالوها علشان يقدروا يميزوا الايفون 10 اس وال10 اس ماكس بحاجات شويه من اللي الابل فان بويز بيحبوها, بس يعني هي مش ميزه كبيره قوي ان احنا نضيع عليها وقت كتير في الكلام. بروسيسور ابل طبعا اللي هو الاي 12 مش محتاج ان انا اتكلم عليه قوي من ناحيه الاداء. كنت هتضايق جدا بصراحه لو الايفون 10R او الاكس ار نزل ببروسيسور تاني غير اللي موجود في الايفون 10S و10S ماكس, لانها ديت فعلا حاجه من احسن الحاجات اللي موجوده في الموبايل دوت, وهو الاداء بتاعه. كعاده ابل دايما بتدي لك اداء فوق الممتاز جدا بالنسبه للفئه بتاعتها, فانا شايف ان الموبايل بصراحه من ناحيه الاداء ما اثرش خالص في اي حاجه. ممكن تشغل عليه اتقل لعبه موجوده في الاب ستور, ممكن تشغل عليه اي حاجه, لان فعلا ديت احدث حاجه عملتها ابل, فما كانش هيبقى منطقي لو الاداء بتاع الموبايل مش حلو
حلو معانا. فيمكن ابل قللت في شويه حاجات عن الايفون 10S و10S ماكس، زي مثلا ان هي قللت الحواف شويه، ان هي حاطه كاميرا واحده في الظهر وحاجات زي كده، بس من ناحيه الاداء ففعلا الموبايل ده بيدي لك احسن اداء عملته ابل. ومقارنه بالمنافسين برضو فابل طبعا المعالجات بتاعها بتدي لك اداء ممتاز جدا. البطاريه بتاعه الموبايل اللي ادتني الرينج اللي انا متوقعه تقريبا، ناس كتيره ممكن تشوف ان هي بطاريه وحشه لمجرد ان هي ما كملتش 3000 ملي امبير، بس ليها عوامل تانية بتاثر في البطاريه فعلا بشكل كبير جدا، زي الاوبريتنج سيستم والبروسيسور والشاشه. فهو الموضوع مش بيتقاس كده خالص. بطاريه الموبايل ممكن تكون مش جباره زي الايفون 8 بلس والايفون 10 اس ماكس مثلا، بس كاستعمال يومي هي ما تعتبرش بطاريه وحشه تماما. هي بتديك حوالي 5 ساعات سكرين اون تايم، وده وقت يعتبر متوسط الى حد ما. الموبايل بيدعم الوايرلس تشارجنج لانها ميزه ما فيش شركه دلوقتي هاي اند مش حطاها، علشان كده هم لسه محتفظين بالظهر الازاز في الايفون 10R، وبرضه بيدعم الشحن السريع او الفاست تشارجنج. بس كعاده ابل هي مش حاطه لك فاست تشارجر في العلبه، فلو انت ناوي تشحن الموبايل ده بسرعه شويه هتضطر تشتري شاحن منفصل تاني ليه يكون شاحن سريع، او لو انت عندك ايباد ممكن تستعمل الشاحن بتاع الايباد عادي على الموبايل ده بحيث ان هو يشحن لك اسرع. انما الاداء اللي كان بيديهولي الشحن اللي موجود في العلبه انا شخصيا مش راضي عنه بالنسبه لموبايل هاي اند. وعموما هي حاجه مش هتواجهك لو انت شريت الايفون 10R بس، ده انت كمان لو شريت الايفون 10S او حتى 10S ماكس، فهي حاجه في موبايلات ابل عموما كلها بتضايقني شخصيا مش في الموبايل ده تحديدا. يعني الموبايل بيجي بكاميرا واحده في الظهر، وديت يمكن تخوف ناس كتيرة من اداء الكاميرا، وانا متفهم ده لان السنه اللي فاتت الايفون 8 نزل بكاميرا واحده برده في الظهر، وكان في رايي انا الشخصي هو اضعف موبايل من وسط الموبايلات الهاي اند من ناحيه الكاميرا. وبصراحه انا كنت مرعوب الايفون 10R يكرر نفس المشكله ديت تاني، لان الموبايل دوت هيكون اهتمام ناس كتيرة بما ان سعره ارخص بشكل ملحوظ عن ال10S و10 اس ماكس. الفرق عامل حوالي 250 دولار تقريبا، فهو فرق كبير مش صغير. بس بصراحه رغم ان الكاميرا مثلا مش بمستوى الايفون 10S وال10 اس ماكس، ولكنها حتى احسن من الايفون 10 او الايفون اكس اللي هو نزل السنه اللي فاتت، ودوت يثبت تاني انك ممكن تعمل كاميرا ممتازه رغم ان هي كاميرا واحده بس مش دول كاميرا ولا تريبل كاميرا، لانها مش بالعدد زي ما بيقولوا يعني. بس هتخسر شويه حاجات بما انها كاميرا واحده، زي مثلا انك ما تقدرش تشغل البورتري مود غير لو انت بتصور شخص بس، مش هتقدر تستعمل البورتري مود لو انت بتصور الكلب بتاعك مثلا، اللي انا شخصيا ما كنتش بستعملها في اي حاجه خالص، بس انت يعني عموما لو انت كنت بتستعملها مش هتلاقيها موجوده في الموبايل دوت. انما كاداء كاميرا فعلي عامل ازاي، فانا قلت على السنه اللي فاتت الايفون اكس كاميرا كويسه جدا، دوت كمان احسن منها، بالتالي هو فعلا كاميرا ممتازه. يمكن كنت احب اشوف اداء احسن من كده مقارنه بالمنافسين، بس ما اقدرش اقول عليها كاميرا وحشه او ضايقتني زي ما قلت السنه اللي فاتت على الايفون 8. من الاخر بقى والخلاصه، انا ايه رايي في الايفون اكس ار او الايفون 10R؟ انا شايف ان هو بالنسبه لحد ناوي يشتري موبايل ومش فارقه معاه الشركه اللي عملت الموبايل دوت ايه، فمش هيكون الايفون 10R في ترشيحاتي بالنسبه له، لان في رايي انا شخصي في قدامك موبايلات احسن من دوت في السعر بتاعه. انما الموبايل دوت موجه لحد عايز يشتري موبايل من ابل، اتعود على موبايلاتها وبيحب يستعمل الاي او اس. السنه اللي فاتت الناس ديت كنت بقول لها حتى لو انتم متعودين على ابل حاول ما تشتريش الايفون 8 وزود وهات ال8 بلس او الايفون اكس. بس السنه دي انا شايف ان ال10 ار موبايل كويس جدا، يخلي الابل يوزر يمكن كمان ما يفكروش في الايفون 10 اس وال10 اس ماكس، لان فعلا الفرق ما بينهم حاجات بسيطه قوي ممكن ما تفرقش مع الابل يوزر العادي اللي هو ما بيركزش على الحاجات ديت، وفي نفس الوقت في فرق ملحوظ جدا في الفلوس. فانا شايف ان انت ممكن بالفرق في الفلوس دوت تشتري شاحن سريع وشاحن لاسلكي وكفر شيك للموبايل، ويمكن كمان ابل ايربودز لو انت عايز يعني. بس هو ده كان رايي في الموبايل. السعر بتاعه واللي ناس كتيره جدا بتسال عليه، فهو موجود في ميلان ستور دلوقتي عامل 18000 ونص تقريبا، وهتلاقيني حاطط في الديسكربشن لينك العنوان بتاع ميلان ستور وصفحه الفيسبوك بتاعتهم لو انت فكرت تشتري الايفون 10R. تريد لاين نفسه لحد دلوقتي ما جابش الموبايل اصلا، فهو واحد من اول المحلات اللي موجوده اللي جابت الموبايل. ما تنساش تعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك وتعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي وتتابعني على الانستجرام كمان علشان تشوف الكواليس بتاعتي اول باول. وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو، استنيني في الفيديو الجاي.